مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من ملف أغرب الفتاوى المغربية الرسمية على الإطلاق، واللي غادي نبدأوها من تحريم وراثة المسلمة لوالدة المسيحي. وهنا قال الشيخ خليل رحمه الله: ولا يرث مخالف في دين مع مرتد أو غيره، أي غير المرتد من أهل الملل الأخرى بحال اليهودية والنصرانية مثلا. ومستند الفقه المالكي وغير من المذاهب الفقهية السنية الأخرى ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وأخرجه غيره من أئمة السنة من حديث صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي حديث آخر في المسند وسنن أبي داود والبيهقي وغيرهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ثوارث بين ملتين، أو لا يثوارث أهل ملتين شيئا. وبناء على كل ما سبق، ما مسموحش للمرأة اللي اعتنقت الإسلام تورث حتى حاجة في باها غير مسلم، ولا يجوز لها ذلك حسب الأحكام الشرعية الإسلامية. وعلى سؤال ترحيل السائل المنوي، قالت الفتوى على أن ترحيل سائل منوي محتفظ به لمواطن مغربي أثناء عملية جراحية والإتيان به من خارج الوطن باش يدار في الرحم ديال الزوجة ويتلقح في البويضة ديالها بغية الإنجاب، أمر جائز شرعا وكيتعتبر بمثابة المباشرة وفي حكمها بين الرجل وزوجته، من اللي كيتعذر تحقيق الإنجاب عن طريق الاتصال العضوي المباشر بينهم لسبب أو لآخر. وهذا الجواز الشرعي في مثل هذه الحالة مشروط بالتثبت والتأكد من كون هذاك السائل المنوي هو ديال الزوج، والتيقن من هذا الشيء بوسيلة أو أخرى بحال الوسائل الحديثة المختبرية والمعروفة عند الطب المعاصر احتياطا للأنساب وحفاظا على السلامة ديالها من أي شك. وهي مسألة افترضها الفقهاء قديما وذكروها في الكتب ديالهم الفقهية وبحثوها ضمن مسائل أخرى عاونت على تكوين الرأي الحديث في شأنها، وقالوا أن الحمل يقدر يكون بإدخال الماء للمكان دون حصول اتصال عضوي، وأنه تترتب عليه أحكام شرعية تتعلق بوجوب العدة في حق المرأة وبشرعية الحمل المترتب عن ذلك وثبوت النسب دياله أو عدم شرعيته تبعا لكون الماء من الزوج أو غير. وسموها في الحالة الأولى المشروع بالمني المحترم، وفي الحالة الثانية بالنسبة لغير الزوج بالمني غير المحترم، وخالص المفتون المغاربة إلى أن المسألة جائزة شرعا بشرط تثبت والتيقن من كون الماء للزوج المعني بالنازلة، وعلى الدفن أفقيا قبر فوق قبر. وبعد نظر هيئة الإفتاء في المسألة خلصت إلى أنها اختارت تتأنف الأمر وما تسرعش في الإفتاء بجواز الدفن على الطريقة الجديدة المقترحة أفقيا قبر فوق قبر، ويبقى الدفن على ما هو مقرر ومعلوم شرعا ومتعارف عليه اجتماعيا وما هو مستمر عليه من انفراد كل متوفى في قبر خاص به على وجه الأرض وبجانب قبور أخرى، فهذا هو الأوجه والأسلم شرعا وعرفا والأليق لكي يتماشى مع كرامة المتوفى وكينسجم مع نفسية وشعور المجتمع المغربي اللي محافظ وطيلة عهود وقرون على الأصالة ديالو الدينية وعلى العوائد ديالو الاجتماعية الراسخة. وهنا غادي نوقفوا عند فتوى أخرى تتخص سؤال معين، وهو: ماذا يفعل بالمصاحف المتلاشية؟ وفي هذا الشيء قال ابن بطال وهو من الفقهاء المالكية اللي شرحوا صحيح البخاري في هذا الحديث جواز حرق الكتب التي فيها اسم الله بالنار، وأن ذلك إكرام لها وصون عن وطئها بالأقدام.
المصاحف المتلاشية والمبتورة، يمكن إحراقها ويتحط الرماد ديالها في موضع طاهر باش ما تبقاش عرضة للإهمال، حيت هاد الشي ما كيليقش بالمكانة ديالها وبحرمتها المقدسة. أما المصاحف الصالحة برواية حفص كما تضمناته رسالة سؤال، يمكن الانتفاع بها والاستفادة منها بتوزيعها على بعض الدول والبلاد الإسلامية اللي تتقرأ القرآن بهذا الرواية اغتناما للأجر وفعلا للخير. وهنا غادي نكون عطينا إضاءة على بعض أغرب الفتاوى المغربية الرسمية على الإطلاق، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.